من إنفولايت تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. إسرائيل ما زالت مستمرة بعملياتها العسكرية في المناطق الفلسطينية بالأخص في قطاع غزة، والاستهدافات الجوية ما زالت مستمرة، وكذلك المجلس الأمن القومي الإسرائيلي يطلب من الجيش استمرارية هذه العمليات والتصفيات الذين يقومون بها. منطقة سديروت ما زالت تتلقى صواريخ القسام، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ترسل 4 من مواطني سديروت إلى أوروبا من أجل جرح وتبيين وضع سديروت والمأساة والمعاناة التي يعانوها كل يوم مواطني سديروت جراء صواريخ القسام التي تقصف فيها يوميا. مشاكل دامية وعنيفة وتلاحم آخر ما بين فتح إسلام والجيش اللبناني في لبنان، بعد أن كان هدنة من 3 أو 4 أيام من عدم إطلاق النيران إلى أن البارحة عادت واندلعت المشاكل. رئيس الحكومة الإسرائيلي يهود أولمرت البارحة خاطب الإعلام في الكنيسة الإسرائيلية وتطرق إلى الحرب الأخيرة، وقال بأنها كانت حرب صادقة لإسرائيل وكان عليها القيام بها، وأننا انتصرنا في هذا الحرب وكانت حرب قوية بالرغم من الصعوبات والظروفات الصعبة التي كانت حينها. أما بما يتعلق في الانتخابات الداخلية في حزب العمل وفي مصير وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس، فعلى ما يبدو كما ينشر الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بأن عمير بيرتس في الجولة الثانية سوف ينضم وينتقل إلى عام أيلون. أما بشأن كوندليسا رئيس وزيرة الخارجية الأمريكية، تقول بأن الولايات المتحدة لن تحث ولن تجبر إسرائيل بالقيام بمفاوضات مع سوريا، لأن إسرائيل دولة مستقلة وتقرر قراراتها بذاتها. شركة موتورولا العالمية للهواتف الخلوية هذه المرة تقوم وتريد وتنوي ببناء مركز للبحوثات في إسرائيل، مركز تكنولوجي عالي المستوى في نهر الأردن الذي ما يقارب سعره 70 مليون دولار. إنفولايف تي في نزلت إلى شوارع القدس من أجل استطلاع أمر وكذلك رأي المواطنين بشأن الانتخابات الداخلية في حزب العمل. تقرير أيضا عن مهرجان الطعام الذي جرى في تل أبيب. إنفولايف تي في تعقبت هذا الحدث. معكم كان فراس حامد، إلى اللقاء. إنفولايف تي في، المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت، والتي تبث بأربع لغات، والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث، من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفولايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفولايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفولايف تي في.